السلام عليكم، معكم الزيتوني الطاكسي. تحية لجميع المغاربة اللي كيشاهدونا في المغرب وبرا المغرب. الهواية ديالي أنا أول حاجة أنا سائق طاكسي، كنحب هاد المهنة وأنا ابن سائق طاكسي. والهواية اللي عندي أنايا هواية الراب. أنني ماشي كراب، كنكتب جميع أنماط، ولكن الناس كيقولي أن الستيل ديالك كتكتب الراب. عمرني فكرت انني نرابي ولا انني ندخل للمجال ديال الراب. مي كنكتب وعندي كلمات زوينين يعني اللي هادفين في المجتمع، ومحاولة انني نوصل رسالة من داكشي اللي كنشوف واللي كندور انا بالطاكسي. يعني ما نكذبش عليك، 17 عام ديال الطاكسي شفت العجب، يعني شفت بزاف، شفت شي حوايج عجبوني وشفت شي حوايج ما عجبونيش. وانا كنحاول نقل ديك كفنان، نقل ديك المرآة ديال المجتمع، نوصلها لشي ناس غير باش يفهموني وما يوقعوش في شي اخطاء. ما بغيناهمش يكرروا اخطاء الناس اللي سبقونا، واخطاء يعني اللي نعتبروها اخطاء بدائيه. بعد الطاكسي اصلا هو الطاكسي موضوع، لدرجه انني ناقش معك موضوع ديال الطاكسي اصلا هو موضوع، لدرجه انني طلبوا لي واحد الجهاز طلب مني شهادة عمل. مني مشيت للبيرو ديالنا ديال البوانتاج بغيت شهادة عمل، قال لي ما كنعطيوش شهادة عمل. قلت لهم عطوني شهادة تنقيط بأنني كنقط الطاكسي ديالي بأنني كنبوانتي. قال لي لا، حيدناها أكثر من عام هذه باش حيدناها، وباش غندلي بأنني خدام في الطاكسي اضطريت أنني ندير لي فوتوكوبي البيرمي كونفيونس، وندير فوتوكوبي المسائل البطاقه المهنيه، بان وندير فوتوكوبي بعض الاوراق ديال التنقيط. هادوك هما اللي دفعتهم على انني نثبت بهم انني خدام. ما عنديش شهاده انني خدام في طاكسي. هادشي اللي بغيت نوصل لك هو براسو موضوع. المواضيع كامله تقريبا اكتشفتها من مجال الطاكسي. الطاكسي يعني خدمت، عرفت بزاف، يعني عشت احداث بزاف. تنشوف ولاد دربنا كي كانوا كي ولاو، كانوا نجوم كنحلموا انهم يكونوا لعابه كبار. دابا كتشي كتشوفهم الادمان، اللي ولا غارديان، اللي كيبيع الديطاي. يعني واحد المستوى اللي حنايا الطبقه اللي نقدروا عليه نقولوا الطبقه الشعبيه في المغرب عايشين واحد المستوى يعني ما نعاودش ليك. خلي ربي ربي يسترنا. شي اللي نقول اول تحدي كنواجه انا كسائق طاكسي انني 17 سنه وانا خدام، يعني كنت اعتبر مواطن عامل 17 سنه وما عنديش نقطه في لاسينيسيز، عندي صفر نقطه في لاسينيسيز. هذا راه مشكل كبير. تبارك الله، يعني عندنا رواب لي رابور اللي عندهم مستوى كبير، وجايين دي رابور صغار. يعني كنشوفهم دابا لي فيستيفال ديال الشوارع، تبارك الله كاينين شباب دراري صغار عندهم طاقات زوينين، عندهم مواضيع زوينه. ما حاجه اللي ما تتعجبنيش انا ان الاغلبيه ديال لي رابور تيرابيو على الحقد، ما كيعطيناش الامال. يعني كيحاول كاين اللي كيوصل ليا غير ان صعيبه، وهي راه ما صعيباش، كل حاجه سهله. ربي قال لينا عيشه سهله، سير في الوسطيه، سير في دينك، سير في حياتك، سير في اي حاجه، خذ النص، ما تمشيش بزاف منه كلها، سخيرها في النص وراه غتنجى بحياتك. انا عندي رساله، لان الرابور اول حاجه هو فنان، يعني ما نقولش عليه انه رابور راه كيهضر غير هضره الزنقه، لا، هذاك السيد فنان، وانا كاع لي رابور فوق راسي، يعني كنحترمهم كاملين، تعلمنا منهم، تيتعلموا منهم وليدات، لا. مي الحوايج لا نقول لك انا الحاجه اللي ما كتعجبنيش فيهم هما لي رابور اللي كيبقاو تكلاشاو بيناتهم، داك السبان، داك المعيار، داك تخسر الهضره اللي بيناتهم، حيدو. لدرجه اننا ولينا كنعرفوا اسرارهم. شي كيغرابيو على واحد كيسب ليه في خواتاته، الاخر كيسب ليه في امه، الاخر كيقول لي شي كلام يعني ما يمكنش لينا نسمعوه. ما بقاش راب ولات انت نقول لك، ما نقول تفليه، نقول شي حاجه مع احتراماتي لكل شيء. يعني ان لي رابور في المغرب راه تبارك الله كاينين لي سيجي، كاينين المواضيع، راه عطى الله فين تهضر، عطى الله فين تكلم، عطى الله فين تقول. ما واش غنبقاو ديما حنا في تخسر؟ بغيتي تعطيني فكره، توصل لي ميساج،
اي رابور تنطلب منه الله يرحم ليكم الوالدين توصلوا لي ميساج وصلوه لي بلا تخسر الهضره انا غنفهمه. يعني احسن رابور في المغرب نقدر نقول لك تبارك الله عندنا لي رابور كبار، عندنا تبارك الله مسلم رابور كبير، البيك رابور كبير، الحر رابور كبير، يعني وكاين ديزي حتى هو رابور كبير. راك حنا ما لا علاقه انهم مي حاجه واحده اللي ما كتعجبنيش في لي رابور اللي كيتكلاشاو واللي كيتعايروا هو داك المعيار والكلاشات بيناتهم. هذاك ديال الامريكان، حنا عندنا دين، عندنا قواعد كتربطنا مع المجتمع المغربي، ما يمكنش نتحدى انا ديك القواعد ونوصل لك ميساج تخسر الهضره لا. ونقدر نسمعك بزاف ديال المواضيع كيتكلموا على المجتمع المغربي، كيتكلموا اول حاجه نقدر نسمعك موضوع كيتكلم على هاد الروابط اللي كيتكلاشاو الله يرحم ليهم الوالدين، يعني نقولوا لهم من هاد المنبر يحشموا شويه، راه ولادنا راه كياخذوا لنا تليفوناتنا وكيتصنتوا لهم. ماشي غير هو قال لك حقا قلت لكم ما تسمعونيش انا كلامي هكاك، لا خويا الله يرحم لك الوالدين، راه وليداتنا والمراهقين ديالنا راه كيطيروا في العولمه، راه كيجبدوك فين ما كنتي وكيسمعوك، الله يرحم لك الوالدين. دابا قصيده بعنوان طاكسي حمراء كنحاول نشرح فيها ما يتعلق بالطاكسي حمراء كامل. امتهنت مهنه يا ريتني ما امتهنتها، نسوق طاكسي حمراء في كازا وروينتها، اشغال مبغاوش يساليو تلوتها، طريق زحام وضواو كلها، كثرت الحفاري وليدوطان ولفتها، دار عواج وكلاويه سستها، سبعه دراهم ونص كنحشم نشدها، من عند ثلاثه الناس الكورصه شحال كدي في وقتها، ناقص 300 درهم في النهار فهمها، روسيطا ومازوط كندير نجمعها، لقيتها 500 مليون كنحطوها، انا وصحابي مني حسبتها، شحال غتكون الى عممتها على طاكسيات هاد البلاد والوانها. هذا هو اقتصاد الريع وسمعتها، الملايير في النار كتجبد الشوافريه من صحتها، زيرو بوان في لاسينيسيس كاع ما فهمتها، بعد سنوات خدمه حياتي ضيعتها، امراض مهنه السياقه حاس بها، هاد البلاد تحمل فيها مسؤوليتها، خدام والراميد ما عندي ما ندير بها، ياخذها واحد اخر محتاج ليها، ليزابليكاسيون مستافده بوحدها، والشوافريه فين استفادتها وحمايتها، راس المال البشري كنطالب بحقها، من اصحاب المأذونين والملاك تأدي الضريبه في وقتها. شركات التأمين والبترول تعطي للمهنيين نسبتها ونرجعوا بعض الحق للسائقين من ثروتها. المبادرة الوطنية علينا تخففها، ضغوطات الحياة الكرو الموضوع ومعيشتها. غير قولوا لي أين طريق غنشدها؟ ياك أنا وجه البلاد ومرايتها، القطاعات كامل سهل إصلاحها، إلا كان المعقول والعقل هو تسييرها. هذه رسالة الناس اللي متكلفين بقطاع الطاكسي، راه كتشرح كل شيء وكتشرح الوضعيه ديال سائق الطاكسي، و رساله مني لجميع الناس وجميع اللي كيتابعونا في هذا البرنامج، كلمه اللي عزيز عليا نقولها لاي واحد، كل واحد يتهلا في راسه ويتهلا في والديه، وحنا مجتمع مغربي نكونوا خوت ونتعاونوا بيناتنا نزيدوا بهاد البلاد القدام، ما يمكنش لا تبقى في حالها، لان بلادنا راه شي حاجه اللي كيحسدنا عليها العالم كامل.